هتكلم معاك عن تفاصيل مواجهه كابتن عادل، تسمح لنا نروح لمقر اقامه الفريق ونروح كمان ننقل لحضراتكم الاجواء في استاد القاهره. زمايلنا محمد توفيق موجود في مقر اقامه الفريق، مقر في الفندق، والزميل فاروق صلاح موجود في امام استاد القاهره. خلينا نطمن على الاجواء، وخليني ابدا مع محمد توفيق اطمن على المعسكر بتاع النادي الاهلي والساعات والترتيبات اللي جايه في فيما تبقى من وقت للمعسكر، 3 ساعات المقبله هيكون ايه البرنامج الاهلي فيهم. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك والكابتن عادل طايمه نجم مصر والنادي الاهلي، وتحياتي كمان للزميل العزيز فاروق صلاح. محمد انت تحديدا يمكن انت شخصيا بقى عندك خبره في قصه نهائي دوري الابطال، يعني يوم مش جديد عليك ومش جديد علينا في قناه النادي الاهلي، لكن يهمنا نعرف ايه الجديد، لانه النهارده الاهلي تحت قياده فنيه جديده مستر مارسيل كولر في اول نهائي دوري ابطال بالنسبه له، ازاي يتعامل مع اليوم النهارده وايه البرنامج بتاع الفريق في الساعات اللي جايه؟ يعني احمد زي ما انت قلت يمكن ده النهائي الرابع على التوالي، يمكن كمان زي ما انت قلت في مقدمتك 6 نهائيات من 7 سنوات، فالحمد لله النادي الاهلي طبعا كبير افريقيا وسيد القاره، يمكن انت بتتكلم في فريق عنده 10 القاب وبيسعى للقب ال 11 كمان، فان شاء الله التوفيق يكون معانا النهارده، وان شاء الله النهارده يعني نعمل نتيجه ايجابيه في الشوط الاول، ويتبقى الشوط الثاني ان شاء الله في الدار البيضاء باذن الله الاحد المقبل. يمكن زي ما بتتكلم بقى انت وكابتن عادل طايمه عن ان فاضل 3 ساعات، يمكن حالا دلوقتي وانا بكلمك انا واقف امام غرفه المحاضرات، الغرفه المخصصه لاجراء المحاضره الفنيه الاخيره اللي هيتم فيها وضع اخر الرتوش على خطه المباراه ان شاء الله، اللي باذن الله يكون مستر مارسيل كولر موفق في كل حاجه هيقولها اللاعبين، وكمان اللاعبين تكون موفقه على ارضيه الملعب في التنفيذ، ويكون ان شاء الله جمهور النادي الاهلي كعادته وعهدنا بيه دايما حاضر ومساند للفريق واللاعب رقم واحد باذن الله رب العالمين. يمكن طبعا زي ما انت بتقول احنا خلاص تعودنا على يوم النهائي بيبقى ماشي ازاي، يمكن طبعا بالامس كان التدريب الاخير على استاد القاهره بعديه خلود تام للراحه في فندق الاقامه، يمكن طبعا كان في اجتماعات ما بين اللاعبين تحفيزيه وكمان الجهاز الفني عن اهميه هذه المباراه، يمكن اليوم كمان النهارده بادئ بدري الساعه 10:30 كان الفطار، اللاعبين كلهم اتجمعوا بعد وجبه الافطار طبعا قعدوا يتكلموا مع بعض وتعاهدوا على الفوز واسعاد كل جماهير النادي الاهلي سواء تكون موجوده في استاد القاهره او كمان امام الشاشات وفي كل مكان في العالم النهارده. ومن بعدها على طول كان فترة الاكتيفيشن الساعة 12 ظهرا، وجبة الغداء او الوجبة الرئيسية في اليوم النهارده كانت الساعة 5، وزي ما قلت لك حالا وانا معاك دلوقتي يمكن دي غرفة المحاضرات على شمالنا، يعني اللاعبين كلها دقائق قليلة هيكونوا موجودين في غرفة المحاضرات، المحاضرة بإذن الله هتبتدي فيه تمام 6:00 مساء، وبعد انتهاء المحاضرة على طول هنتجه لاستاد القاهرة اللي بيبعد تقريبا 1/3 ساعة فقط عن فندق الإقامة هنا، إن شاء الله نكون بنتحرك ومعانا توفيق ربنا، ثم دعوات كل جماهير النادي الأهلي بأداء مباراة كبيرة يا أحمد، وزي ما قلت حصد باذن الله البطوله ال 11 الشوط الاول النهارده نعمل فيه نتيجه ايجابيه تساعدنا ان شاء الله في الشوط الثاني. وزي ما انت اتكلمت عن مستر مارسيل كولر بالتحديد اتكلم طبعا قال لو الناس بتتكلم عن ظروف المباراه اللي فاتت او النهائي اللي فات فالظروف مختلفه والمدير الفني كمان مختلف، وان شاء الله تبقى البطوله الاولى ليه مع النادي الاهلي وال 11 باذن الله في تاريخ النادي الاهلي، حاله من الاصرار حاله من التركيز تام جدا هنا داخل فندق الاقامه احمد، كل اللاعبين تعهدوا على هدف واحد بس وهو باذن الله رب العالمين يسعد كل جماهير النادي الاهلي حظ اللقب ال 11 وان شاء الله بقاء النادي الاهلي على زي ما بنقول يعني قمه قاره افريقيا ويبقى دايما هو سيدها الاول ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كمل ليك يا احمد اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار بعثه النادي الاهلي ومن داخل مقر اقامته.